نقطة ضوء واحدة داخل هذه المؤسسة كنتكلم على مجلس المستشارين هو رعاة المناضلين ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اللي مازال يطبقون بالفعل استراتيجية النضال الديمقراطي من داخل المؤسسات. إذا كيف ما قلت أخواتي إخواني على المستوى السياسي مازال كنعيشوا الاستبدال، عشنا فبراير الشعارات اللي طلعوها الشباب ورد الفعل اللي كان والشعارات اللي كانت من أجل احتواء المطالب ديال 20 فبراير، اليوم كنعيشوا لحظة ديال الارتداد، ماشي فقط اليوم كنعيشوها منذ مدة، ولكن اليوم بدا كيبان تجلي واحد من الفاعلين، وكذلك يعني على المستوى ديال الاستقلالية ديال القرار الحزبي، لاحظوا أنه يتم يعني فضيحة أن الحزب السياسي يكون متعدد من حيث الألوان، متعدد من حيث الأسماء، ولكن ما عندناش تحديدية سياسية ديال المشاريع ديال البرامج ديال البدائل السياسية حقيقية، وكل دينامية مستقلة حزبية مناضلة يتم تضييق جميع الأشكال ديال الدعم ولا ديال حتى القاعات العمومية وغيره يتم التضييق عليها بهذه الأشكال. إذا حنا في المشهد السياسي كيعرف المزيد من الغبار عوض ما يعرف الانفتاح في هذا السياق الدولي، ولكن للأسف كنعرفوا كنتجه نحو مزيد من الغلاء، نتجه نحو مزيد من الاستبداد الذي يرعى الفساد. الاستبداد يرعى الفساد. اليوم مشكلتنا الاقتصادية كبيرة في المغرب، اليوم مشكلة اللي تؤرق الدولة كذلك، ولا لاحظتوا كاين استثمار في المغرب، اليوم حبست الاستثمار، ما عندناش الاستثمار في المغرب، يعني رأس المال المغربي بس الاستثمار، الاستثمار الأجنبي ما كاينش. هذا الشيء اللي كتسمعوه ديال السيارات ديال هذا اللي كتشوف فائض القيمه الذي ينتجه لا شيء، لان حتى الاكياس العقاب كل شيء كيجي من برا، معناها لا ينتج فائض قيمه. وبالتالي اليوم عندنا هو ديال المشاريع على مستوى البنيه التحتيه على مستوى المعيشه اليومي ديال المواطنين لا يظهر، وحنا كنعيشوا هذا الشيء بشكل يومي، القدره الشرائيه ديال المواطنين غاديه وكتضعف نتيجه قرارات لا شعبيه ولا ديمقراطيه ديال الحكومات المتعاقبه، واللي هي الحكومة في نهاية المطاف تنفذ واحد الأجندة اللي ديجا محددة، تنفذ استراتيجية محددة، وبالتالي هذه سياسات عابرة للحكومة ترونس غوفرنمونتال، معناها أن أي حكومة غادي تجي غادي تنفذ هذه الاستراتيجية اللي ديجا مرسومة واللي خارج المؤسسات المنتخبة بشكل ديمقراطي. ولاحظنا الحذف ديال صندوق المقاصة، لاحظنا تحرير ديال 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 المحروقات، والفضيحة اللي كانت ديال 17 مليار ويوسف اليماني راه تكلم ودار عروض في هذا الجانب غير مره، مجموعه ديال الاشياء اللي كتبين بان المغرب غادي يعني بهذا النموذج كما ولا بنموذج نموي اخر ولا غيره غادي في اتجاه ديال القضاء على كل ما هو اجتماعي، كل ما هي مكتسبات اجتماعيه، ديناها بصندوق كذلك التقاعد لاصلاح المشؤوم اللي كان اللي تبت من بعد بانه كان فقط من اجل تحويل واحد النموذج واحد الباراديغ ديال الحماية الاجتماعية إلى نموذج آخر، واللي غيأكدوا هذه الإصلاحات اللي جاية ديال المؤسسات الأخرى ديال لاسانساس. هاهما بداو أخ اليماني راه عضو في المجلس الإداري ديال لاسانساس، كاين مشروع كذلك ديال إصلاح مشؤوم كذلك ديال لاسانساس، وغنوصلوا في نهاية المطاف ما يسمونه بالإصلاح الشامل للتقاعد. وهذا الشيء كله ملي كنقولوا بمعنى أنه معارك بالنسبة لنا ككونفدرالية وككونفدرالية. كذلك النقابات الاخرى في العالم وعند مستوى الاقتصادي مع نسخ الكراسي قطع عليه التعيين، كذلك الموقف ديال الكونفدراليه تسمح لشده الطلبه الاطباء، مجموعه من الفئات اللي كانت في الشارع، النقابه كذلك كانت موقفها واضح وداعم لهذه الحركات الفئويه ديال الكونفدراليه الديمقراطيه. كذلك الحركات المجاليه، عندنا حركه ديال الريف، حركه ديال الغابه، حركه ديال ديال الزبولة، مجموعة من الحركات اللي كذلك عبرنا على موقفنا، اعترنا موقفنا، زدنا للمساندة والدعم بالقواس الأسرية لمشاركة الكونفدرالية القوة في المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الحركات، ثم كذلك حضر الروح كذلك ديال القضية الفلسطينية، القضية الإنسانية ديال الشعوب كلها وديال التنظيمات والتعليلات سواقة التحرر ديال الأرض وديال الإنسان. حرق الديرين المرضى الشغل في المسيرة الوطنية اللي كانت في الرباط، ثم كذلك نوقف دائما